السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه التغطية. بلا ضجيج وعبر عملاء محليين وإقليميين، يتمدد النفوذ الروسي في شمال إفريقيا، المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لأوروبا. فما هي الدلالات السياسية والعسكرية لاستعانة مجرم الحرب حفتر بهؤلاء المرتزقة؟ وما هي المسؤولية التي تقع على عاتق المجلس الرئاسي والأجسام السياسية اليوم تجاه هذا التطور؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام، لكن بعد هذا التقرير. على خطى النظام السوري، يحاول مجرم الحرب حفتر تعزيز موقفه العسكري والسياسي أيضا في الحرب الدائرة على تخوم العاصمة باستجلاب مرتزقة من جنسيات أجنبية مختلفة. فبحسب صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، فإن شركة فاغنر الروسية التي يرأسها يفغيني بروغوزين المعروف باسم طباخ بواتين هي المسؤولة عن توفير هؤلاء المرتزقة، حيث تم إيصالهم إلى قاعدة أمامية في ليبيا في الأسبوع الأول من سبتمبر لدعم هجوم مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس، تزامنا مع قصف جوي مكثف على العاصمة يحاول من خلاله مجرم الحرب حفتر ترجيح كفته على الصعيدين السياسي والعسكري. قبل ذلك انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها قوات تابعة لعملية بركان الغضب، أكدت تواجد المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية تقاتل في صفوف ميليشيات حفتر، وذلك بعد قصف جوي لمواقع لهم في منطقة سبعة. وحول أسباب وجود هذه المرتزقة، لا يستغرب الكثير من المراقبين من طموح وأطماع روسيا لتعزيز موقعها في البحر الأبيض المتوسط في ظل صمت وتخاذل أو فوضى وعجز تصيب النظام الدولي. يرجع كثير من المراقبين تجرؤ مثل هذه الشركات على التدخل في ليبيا إلى تصدر شخصيات للمشهد السياسي طالبت في السابق بتدخل مصر ذات الشأن الأقل عسكريا من روسيا، ومطالبات أحد أعضاء برلمان طبرق بألا تدع روسيا مجالا للدول الأوروبية في ليبيا. حليف الرئيسي لليبيا ونتمنى روسيا تدخل في الشأن الليبي بقوة. فهل يزيد تورط روسيا مع ليبيا العبء السياسي للمجلس الرئاسي بطيء التفاعل مع الأزمة الراهنة؟ وهل سينجح حلفاء الحكومة في إقناع روسيا للعدول على الانتقال إلى مرحلة الدعم المباشر لمجرم الحرب حفتر وتكرير الحالة السورية وتحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الصراعات الدولية؟ مرحبا بكم أيها الأفاضل. عنوان حلقة الليلة من التغطية هو استجداب المرتزقة الروس، الأسباب والتداعيات. معي للحديث عن هذا الموضوع في الأستوديو السيد محمد النعاسي المحلل السياسي والعسكري، مرحبا بك سيد محمد، وعبر الإيمو سيد خليل بغداد الكاتب والباحث السياسي السوري، مرحبا بك سيد خليل. أبدأ معك سيد محمد، بداية ما هي الدلالات العسكرية لاستعانة مجرم الحرب حفتر بمثل هذه الشركات لاستجداب المرتزقة؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريمين والسادة المشاهدين. الموضوع تقريبا أعطي أكثر من حقه، أكبر من حجمه. هذه ليست أول مرة يستعين فيها حفتر بالأجانب. في 2014 دخلت شركة بلاك ووتر أمريكية إلى بنغازي بحوالي 20 خبير أجنبي، وهي التي وضعت الخطط الأساسية لمهاجمة بنغازي ولدعم حفتر بالتدريب، ولأنها طبعا بلاك ووتر أكبر من شركة فاغنر، هذه أسسها جنرال أمريكي ورافقت حفتر إلى نهاية حرب بنغازي، ثم جرى حلها. وأكبر المساهمين فيها هو حاكم دبي المدعو محمد بن راشد آل مكتوم، هو أكبر المساهمين فيها، والآن حلت محل شركة أخرى برضو ما زال تابع لدبي وما زال تتعاون مع حفتر. أما بالنسبة لفاغنر هذه فليست في مستوى تلك، ولكنها تعمل بتصريح من الدولة الروسية وتقوم بعدة أشياء. أولا تسويق بقية الأسلحة القديمة، هذه ميج 21، ميج 23، سوخوي 22، دبابات تي 55، العربات بيمبيل، بقايا الحرب العالمية الثانية وما بعدها بشوي، هذه ما زال موجودة رسانة كبيرة في سلاح كل من روسيا.
ومن أوكرانيا ومن بيلاروسيا، ويريدوا يتخلص منها، لأن جيوشهم أحدث من ذلك بكثير الآن. جيوشهم حتى الصواريخ الروسية الآن دخلت مرحلة الفرط صوتية، مش صوتية بس، يعني الصاروخ في الروسي في 1962 كان يصل لنيويورك في 30 دقيقة، الآن يصلها في 20 دقيقة وأقل. سموه فرط صوتي، يعني ينطلق من سيبيريا. فهذه تقوم بعدة أشياء، أولا تسوق السلاح، ثانيا تقوم بالتجسس الميداني وإبلاغ وكالة الكي جي بي الاستخبارات الروسية بكل المعلومات، وكذلك الدعم الفني. فكما نعلم من الأسلحة التي يستخدمها المجرم حفتر 90% منها روسية، وهي بقايا أسلحة الجيش الليبي، ويحتاج دعم فني وخصوصا في المجال الدعم الإلكتروني، فهي تقوم بهذا. لكن لا توجد هناك قوات مقاتلة تستخدم سلاح في الميدان، مثلا لاقتحام طرابلس، هذا يحتاج إلى موضوع كبير جدا. فهي دعم فني يعني، ويجب ألا نضخمها أكثر من ذلك، ولكن وجودها خطير. ربما تخطط للمرحلة القادمة لدعم حفتر في كيفية الهجوم على طرابلس، وتقوم أيضا بالتدريب، ثم تدرب بعض عناصره. كما نعلم أنه لديه 35 طيار تخرجوا من الكلية الجوية المصرية، خرجهم السيسي لصالح حفتر. هؤلاء يحتاجون إلى تدريبات تعبوية، إلى إعداد لكي يكونوا طيارين مقاتلين. ربما تكون فاغنر داخلة في الموضوع. طيب. وهذا شيء منطقي، ما بلاك ووتر لا علاقة بهذا، ولكن الأقرب هي فاغنر. طيب سيد خليل، مرحب بك. بداية، كيف تقيم الأداء العسكري لمن يستعين بهذه الشركات؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، متى التجأ طاغية الشام بشار وجلبها القتال ضد الثورة السورية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين والضيوف الكرام. مرحبا بك يا سيدي العزيز. الدور طبعا بكل تأكيد هو دور يؤدي المهام التي ترغب روسيا بتأديتها. يعني هي هذه الشركات في الدرجة الأولى تخضع لتوجيهات وأوامر القيادة العسكرية الروسية، وبالتالي لها مهام محددة تكون ضمن في إطار عمليات الرصد والاستطلاع والتحضير لأي هجوم، ومن ثم قيادة هذا الهجوم. وهي يعني بعض الشركات، هناك عدة شركات في المناسبة، أهمها فاغنر أو فاغنيرا، يعني هي تمنا باسم قائد جنرال قتل في سوريا في تدمر يدعى أوتكن، تتولى عمليات رصد ومتابعة المعركة من خلال أجهزة متطورة وطائرات استطلاع تقوم بتوجيه المقاتلين. بداية الاستعانة بالمرتزقة الروس طبعا قديمة في سوريا، ليست جديدة، وإن سلط الضوء عليها مؤخرا. البداية كانت منذ العام 2012 عندما عرض أحد الفصائل صورة هوية لضابط روسي، لا يحضرني اسمه الآن، ربما أتذكر، تم عرضها في العام 2012. ثم لاحقا بدأت المعلومات تظهر تباعا في العام 2013 إلى أن وصلنا إلى العام 2015، حيث بدأ التدخل الروسي الرسمي، وبدأت روسيا الزج بهؤلاء المقاتلين الذين يقدر عددهم بالمئات. يعني بداية كان هناك مسألة حماية وحراسة الاستثمارات الروسية والقواعد الروسية والأماكن الحيوية التي تقطع لسيطرة روسيا بوضع اليد طبعا، لأن هناك تنافس بين روسيا وإيران جنوبا وغربا، وهناك أيضا روسيا وأمريكا، لدينا وحدات الحماية الفردية. سوريا الآن بلد متعدد الاحتلالات. لكن في العام 2015 بدأ هذا التدخل يأخذ زخما قويا من خلال المشاركة في العمليات العسكرية، ومن خلال ظهور تقارير صحفية وإخبارية بدأها الأوكرانيون بعد مشاركة هؤلاء في معارك جزيرة القرم وأوكرانيا، حيث سربوا الكثير من الصور والشهادات لهؤلاء القتلى في سوريا حتى، ومن خلال مقارنتها مع وسائل التواصل الاجتماعي والنعوات التي كانت تتم آنذاك. وهؤلاء أول من سلط الضوء على هذه الشركة وعملها الكبير في سوريا، لتبدأ المسبحة بالانفراط، العقد بالانفراط
عندما نشر تنظيم الدولة في تدمر مجموعة صور لقتلى وأسرى روس في تدمر خلال المعارك التي قادتها روسيا من الجنوب والتحالف الدولي في إسناد جوي. نعم. طيب ابقى معي سيد خليل. ينضم إلي الآن سيد مروان درقاش من استوديو مصراتة. مرحبا بك سيد مروان. بداية برأيك ما هي التداعيات السياسية لهذا التدخل المباشر من الطرف الروسي في الملف الليبي؟ بالطبع هذا التدخل يعني سيغير الكثير من الخارطة على الأرض. الحكومة الروسية لم تريد أن تتدخل بشكل مباشر لأنها ملتزمة أمام العالم بدبلوماسية محترفة، ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، تتعهد دائما بأن الشرعية هي لحكومة الوفاق. لذلك التدخل المباشر لروسيا سوف يحرجها أمام المجتمع الدولي ويجعل منها يعني غير ملتزمة بقرارات مجلس الأمن وبتعهداتها أمام المجتمع الدولي. لذلك تتجه إلى يعني استخدام الشركات الأمنية أو الشركات المرتزقة التي استخدمت في العقد الأخير بشكل كبير. يعني نتذكر أنه بعد إسقاط النظام العراقي في العراق استخدمت القوات الأمريكية شركات هذه الشركات، شركات الأمنية المرتزقة مثل بلاك ووتر، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى الحد من خسائرها في العنصر البشري وأيضا المادي، لأن هذه الشركات تقوم بتوظيف عسكريين قدامى في العادة يكونون من أوروبا والشرقية وآسيا وأفريقيا. هذه الشركات ليس لها أي التزام مع العسكريين الذين يتم توظيفهم، يعني إذا قتل لا يتم دفع تعويض له، إذا جرح أو بتر لا تتكفل بعمليات العلاج أو غيرها. أيضا مقتل هؤلاء لا يسبب حرجا لهذه الدول مع شعوبها لأنه رقم مجهول لا يتم التعويل عليه. لذلك اتجهت كل الدول الآن إلى استعمال مثل هذه الشركات. في المقابل روسيا أو غيرها سوف تحصد الكثير من المكاسب إذا نجحت هذه الشركات في فرض الواقع العسكري أو السياسي في المنطقة التي يتم إدخال هذه الشركات إليه. لذلك منذ أكثر من سنة حسب يعني تقرير الصحف الأمريكية، منذ أكثر من سنة تتواجد هذه الشركة الروسية والتي يبدو أن لها علاقات ب يعني مسؤولين روس كبار، يقال أن من يملك هذه الشركة أو من يدير هذه الشركة هو الطباخ الخاص لفلاديمير بوتين. بالتأكيد وجود مثل هذه الشركة في ليبيا الغرض منه الحفاظ على مصالح روسيا في المقام الأول. ولكن ما أريد الإشارة إليه بأن هذا المؤشر واضح أن خليفة حفتر ليس لديه جيش، وهذا الأمر تحدثنا عنه منذ أن بدأ يستعين بالمرتزقة الأفارقة سواء كان من السودان أو من تشاد أو من النيجر وغيرها من الدول. ثم تحدثنا عنه أيضا عندما لاحظنا وجود هؤلاء المرتزقة في مدينة ترهونة في مدينة غريان، الكثير منهم وجدت جثثهم أيضا، هناك أسرى منهم. الآن إدخال المرتزقة الروس يدل على أن يعني تسلسل خليفة حفتر في استخدام المرتزقة هو في خطوته الأخيرة أو في مرحلته الأخيرة، لأنه لن يجد مرتزقة بعد المرتزقة الروس. نعم. إذا هزموا هؤلاء في ليبيا فأعتقد بأن انتهى دور أي قوات مرتزقة يأتي بها حفتر. نعم. هناك أمر أيضا مهم آخر، هؤلاء المرتزقة يعني في العادة يكونون على درجة عالية من التدريب، ولذلك الخطورة من ناحيتهم تكون أكبر وأشد. لذلك على حكومة الوفاق وعلى قوات الوفاق أن تكون حذرة في التعامل مع هؤلاء. نعم. وأن تضرب بيد بن حديد، ويجب عليهم. نعم. استخدام القصف الجوي بالطائرات. طيب السيرة. طيب. لاقتناص وضرب مثل هذه طيب الغرفات العمليات لهذه القوات. نعم. سيد محمد، أنت ذكرت بأن يعني قد أخذوا أكثر من حجمهم هذا، لكن من يضمن سيد محمد أن
سيكون العدد أكبر، يعني ربما الآن هم مجذوبون للدعم الفني كما ذكرت الدعم العسكري، لكن من يضمن أنهم يكونون أكثر؟ يعني كما ذكر سيد خليل قبل قليل بأن الأعداد كانت ربما بسيطة ثم صارت مئات، ثم هذا من ناحية. الناحية الأخرى، كيف يضمن مجرم الحرب السيطرة على هؤلاء الأعداد؟ نحن رأينا في روسيا في سوريا بدأت الأعداد قليلة، ثم الآن ربما المتحكم في سوريا هو الروس الآن، يعني رأينا أكثر من مشهد للرئيس السوري بشار الأسد يعني يهان عندما يأتي بوتين لسوريا، هناك يعني يقف حتى خلف الضباط الآن. لابد أن نفرق دكتور فوزي بين القتال الفعلي ودعم القتال. هؤلاء الروس ليسوا بالمئات، أنا أشك في هذا الكلام. هو الآن يعني ربما ليسوا بالمئات، لكن من يضمن أنه سيكونوا بالمئات؟ ما ممكن جدا. بالنسبة لجيش حفتر، طبعا القتال في جنوب طرابلس يعني يعتمد على قوات برية وليس على قوات جوية، لذلك كان 6 شهور الآن يقذف بالصواريخ الجوية ولم يحدث أي فارق يعني. لكن في الميدان أصبح فاشل، أصبحت قواتنا تمارس الدفاع الإيجابي، وهو حتى تحتل في بعض المواقع، مثلا هي التي افتكت منه قاعدة غريان الأمامية، وهي التي تهدد طيراننا، هو الذي يهدد خطوط إمداده، لكنه ما زال قادر على تحرك الأرض. لكن استعانته بشركة زي باغنر هذه يعني كما ذكرت حضرتك، إما لتدريب عناصر أو للدعم الإلكتروني، يعني لديه أجهزة تنصت مثلا خاصة، أجهزة استطلاع له علاقة بربما بعض الطائرات اللي تضرب إلكترونية الآن لم تعد إماراتية أو فرنسية، ربما حتى روسية، حتى الروس عندهم، إلا أنهم الروس صناعتهم غير متقدمة في مجال الطائرات الروبوت هذه. نعم. إلى الآن قاعدين في تركيا متقدمة أكثر منهم ومعترفوا بهذا في لكن هذه ليست قوات مقاتلة تعد الميزان الاستراتيجي والتكتيكي في الصراع. من يتسيطر على الميزان التكتيكي في المعركة اللي هو ميزان التعبوي هو الجندي المقاتل. حفتر غير متوازن في الموضوع هذا، ما عاد عنده قوات قادرة على المناورة بالقتال واكتساح المحاور. دليل على ذلك أنه كان يقاتل في حوالي 11 أو 12 محور، الآن يقاتل في 3 محور فقط، لأن قواته لم تعد قادرة على التغطية في هذا الموضوع يعني. ولهذا أنا أرى لا تمثل خطرا علينا، لكن إذا كان استخباراتنا تشتغل وتستمكن هذه القوات أين هي ويضربونها بالجو كما فعلوا في اليومين الماضيين، فهي الآن كشفت يعني. لكن أشك حتى في سوريا استخدمت في مهمة خاصة على أطراف منطقة إدلب، ولكن القوات الأساسية اللي تقاتل في الميدان هي قوات روسية جوية، وأما التي تسيطر على الميدان بعد المعركة هي الشرطة العسكرية الروسية، وحضرتك كوني تراها في هذا الموضوع. لكن الأخطر منها هو القوات الفرنسية. احنا ليش نجي لشركة دخلت؟ احنا القوات الفرنسية العسكرية بنفسها تدخلت في ليبيا واعترفوا بهذا في بنغازي. من الذي قتل 30 شاب من شباب سرايا الدفاع عن بنغازي؟ أليس الطائرات الفرنسية؟ من التي قتل لها 3 عناصر في إحدى الطائرات؟ أليست فرنسا؟ فالتدخل دي والأخطر الأخطر من هذا كله هو العنصر المصري يا دكتور. العنصر المصري هذا هو السرطان والبلاء المبين الذي نعانيه. هو الذي يسن ظهر حفتر، هو الذي زوده بالذخيرة، كل ذخيرته الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تأتيه من مصر، لأن مصر فيها مصانع عليها. البلاء كله من مصر. لو أوقفت مصر، لو أقفلت الحدود بتاع السلوم لانتهى حفتر. هذه الحقيقة. طيب. المصريون أخطر من الـ من من الـ من البلاك ووتر ومن الروس. من الروس. طيب سيد خليل، في العام الماضي انتشر تقرير تحليلي أعده معهد جيمس تاون للدراسات والبحوث في واشنطن أكد أن روسيا تعمل على تعميق تدخلها العسكري في ليبيا، وتنكر ذلك أمام العالم لتعيد نفس السيناريو الذي حصل في سوريا. ما تعليقك سيد خليل؟ بكل تأكيد يا سيد الكريم، روسيا ستنفي هذا الأمر. نعم. يعني لكن الوقائع تكذب النفي الروسي. مثلا لدينا الآن عدة شركات مرتزقة روسية. نعم. فاغنر أكبرها، لدينا شركة شيت أحدثها وهي تتبع المخابرات الجوية،
لدينا الفرسان السلافيين، لدينا عدة شركات باتريوت ظهرت مؤخرا. الحكومة الروسية تنفي وجود هذه الشركات تماما، لكن يظهر العناصر، يظهر المسؤولون عنها، تظهر تقارير صحفية تؤكد كذب الحكومة الروسية. لماذا تكذب الحكومة الروسية في هذا الأمر؟ لأن القانون الروسي المادة الأولى، الفقرة الأولى، المادة 359 تجرم كل من يشارك في تشكيل أو دعم أو تمويل تنظيم عسكري أو مرتزقة ومشاركة في الحروب والنزاعات الخارجية. نعم. لكن في المقابل هي بوتين تحديدا، هذه تجارة يا سيدي، بداية هذه تجارة تدر مئات الملايين، والأمم المتحدة قدرت أن تجارة المرتزقة في العالم تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويا. فهناك دول مثل الإمارات تمول هذه الشركات، وجميعنا يعلم عن العقود التي وقعتها مع بلاك ووتر. لدينا الآن الإمارات هي من يمول الحملة الروسية على سوريا بكامل تفاصيلها، وبالتالي هذه فرصة للهبر. هم يهبرون، يعني يستطيعون الآن المقاتلة في هؤلاء الجنود براتب 1200 دولار، بتعويض 20000 دولار في حال الإصابة، 75000 دولار في حال الوفاة. ليسوا مسؤولين أمام القضاء، ليسوا مسؤولين أمام القانون عنهم، وبالتالي يستطيعون النفي. وهكذا يستطيع بوتين المراوغة والنفي، ولكن إلى متى سيستطيع النفي؟ ظهور قتلى، ظهور صور، ظهور جنود أسرى أيضا أو جرحى أو تقارير صحفية ينسف كامل الرواية الروسية من أساسها. إذن حفتر التقى المسؤولين الروس على بارجة روسية، نعم، ورحبوا به واستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين. نعم. إذن نحن نعلم أن هناك تنسيق إماراتي مصري داعم لحفتر بالدرجة الأولى، وطبعا بالدرجة الثانية سعودي. هؤلاء هم من يقوم بالتبني حفتر ماليا، الإمارات عسكرية، روسيا ومصر، وهناك أيضا مرتزقة مصريون، يعني هناك العشرات من المصريين أو جنود المصريين الذين يقتلون في ليبيا، لكن يتم الإبلاغ أنهم قتلوا هنا أو هناك أو في حوادث سور وسير وإلى آخره، أو في سيناء حتى. نعم. إذن المراوغة والضحك على اللحى موجود، وهذه أنظمة مستبدة ديكتاتورية ليس هناك من يحاسبها. وهناك صحفي روسي تجرأ، لا يحضرني اسمه الآن، مكسيم بورودين، تجرأ وذكر عن المرتزقة الروس، أول روسي تحدث عن المرتزقة الروس. ماذا فعلوا به يا سيدي؟ نعم. ألقوه من شرفة منزله، ادعوا أنه انتحر ومات في ظروف حامضة. هذا صحفي روسي. إذن هم يعملون على إخفاء جرائمهم، ولكن هذه الجرائم لا يمكن أن تطمس، لأن خاصة عندما يكون القتال ضد أمم أو شعوب أخرى تصر على التحرر من العبودية ومن السيطرة ومن الدكتاتوريات، هذه الشعوب لا يمكن أن تستسلم وستقاتل. أحفاد عمر المختار لن يستسلموا وسيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة وسينتصرون بإذن الله. هذه الأمة الآن مستنقعة من شرقها إلى غربها، من محيطها إلى خليجها، ومن أقصى الشرق العالمي إلى أقصى الغرب، يحاولون إشغالها بحروب وصراعات وتكتيت المفتت وتجزئة المجزأة. نعم. طيب سيد مروان، يعني هل تتفق مع القول بأن روسيا سوف لن يكون لها لتدخلها أثر في ليبيا، باعتبار أنها ليبيا يعني أقصد منطقة تفود أمريكي، إنجليزي، إيطالي، فرنسي، ف يعني حتى لو تدخلت بهؤلاء المرتزقة فقط يعني من أجل جلب المال كما ذكر قبل قليل سيد خليل، يعني إلى أي حد تتفق مع هذا القول؟ الدول الكبرى، الدول العظمى، يعني تتنازع مناطق النفوذ. لا يوجد قانون أو اتفاقيات تحدد مناطق النفوذ لكل دولة معينة، بل هناك سباق محموم وهناك تنافس كبير بين هذه الدول على يعني الحصول على أكبر مناطق أو مساحات من مساحات النفوذ. ولعل ليبيا في بان حكم القذافي كانت منطقة نفوذ روسية، يعني القذافي كان يستعين كثيرا بالقوات الروسية، خاصة في حقبة الاتحاد السوفيتي، عندما كان الاتحاد السوفيتي قويا، ربما ضعف أو قل هذا التعاون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا في بداياتها كقوة ضعيفة وليست قوية.
أنا أعتقد أن القذافي لو كان موجود في هذه الفترة التي شهدت يعني قوة مضطردة لروسيا، ربما كان عقد تحالف مع روسيا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك التعويل على مسألة أن ليبيا ليست من مناطق نفوذ روسيا هو أمر في الحقيقة بعيد عن الواقع. مناطق النفوذ تحددها قوة هذه الدول، إذا كانت الدول قوية تستطيع التمدد والسيطرة على مناطق نفوذ أكبر، إذا ضعفت هذه الدول فإنها ينحسر نفوذها في الكثير من المناطق التي كان لها نفوذ فيها. ولا شك أن روسيا يعني بدخولها إلى سوريا استطاعت أن تثبت بأنها قوة إقليمية كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط، وأن لديها القدرة على أن تكون منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. سباق التسلع عاد من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. منظومات الاس 400 الدفاعية أصبحت الآن تتغلب أو تتفوق على منظومات الباتريوت الأمريكية، وأصبحت محط يعني طلب وإعجاب الكثيرين في المنطقة، خاصة يعني حتى ممن هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل تركيا والسعودية وغيرها. روسيا تبحث عن أسواق لأسلحتها، تنتج السلاح بشكل كبير، تطور السلاح بشكل كبير. هناك أيضا مقاتلات سو 57 التي هناك من يقول أنها تفوقت على مقاتلات الشبح الأمريكية، وروسيا سوف تسعى لعقد تحالفات مع قوى إقليمية في المنطقة الشرق الأوسط للحصول على أسواق مثل هذه الأسلحة التي تنتجها، حتى تستطيع الاستمرار في تطوير منظوماتها الدفاعية والعسكرية. هناك منظومات قديمة أيضا روسيا لا تستعملها، تحتاج إلى بيعها للمنطقة. لذلك القول بأن ليبيا ليست منطقة نفوذ، ربما تكون ليست نفوذ في هذه الآونة أو منذ سنوات، ولكن روسيا تسعى إلى توسيع مناطق نفوذها في منطقة الشرق الأوسط. منطقة مهمة جدا جدا، غنية بالنفط ومتوسطة للعالم، تدير تجارة العالم، والحصول على موطأ قدم فيها بالتأكيد له أهمية كبيرة في السياسة الروسية. نعم سيد محمد، هل تتفق مع القول أيضا بأن روسيا تسعى بخطى حثيثة واستراتيجية لخنق أوروبا ولن تفرط في موطئ القدم الذي وفرها له الآن مجرم الحرب حفتر؟ أنا أميل القول بأن هناك تضخيم كبير جدا للدور الروسي في ليبيا. ليبيا ليس لها دور رئيسي وكبير سواء على مستوى القتال ما التكتيك على الأرض ولا على المستوى السياسي. نرجع لأن لا ننسى أن روسيا هي القطب الثاني في هذا العالم، هي ثاني أكبر وأعتى قوة عسكرية في العالم. لا يستطيع أحد ردع الولايات المتحدة إلا أمريكا وبسبب روسيا. وبسبب وجود عامل الردع، نعمت البشرية الآن بسبعين أو 71 سنة من الراحة من الحروب الكونية. لأن الردع يقوم على فكرة أن إذا كنت تعتقد أنك أنت تستطيع تدميري فاعلم أنني أيضا أستطيع تدميرك، ولهذا ما تلعبش اللعبة معي خير. هذه ماشية. لا تنسى يا سيد الفاضل أن في القرار مجلس الأمن الذي يسمى قرار حماية المدنيين لمنع الطابور اللي بعته القذافي لغزو بنغازي واكتساحها، ذلك القرار صوتت عليه روسيا، امتنعت عن التصويت فقط، امتنعت عن التصويت. لو اعترضت عليه لما وقع القرار، لما هجمت امريكا وبريطانيا على وفرنسا على ليبيا اطلاقا. لكن روسيا سكتت عن الموضوع لأن طبعا شبعت من تجارة السلاح في ليبيا في ذلك الوقت، وهي ليست شريك تجاري كبير على المستوى الاقتصادي، النفط والاستيراد والتوريد وكذا وكذا وكذا. ولكن لماذا سكتت؟ لأن الجبارين الاثنين دائما لهم مناطق نفوذ، الذين يقدرون على تدمير العالم يقتسمون مناطق النفوذ، وحتى عندما يريد أحدهم أن يقوم بعملية ما يستشير الآخر. إذا قال لا حتى من وراء الكواليس مش حيديرها. هذا اتفاق يسموه في سياسة الردع بعيدة الحرب العالمية الثانية، وبالذات بعد 1945 و1947 حيث قامت حتى روسيا بامتلاك السلاح النووي. إذن لماذا سكتت روسيا عن قرار حماية المدنيين في ليبيا والسماح بتدخل الناتو؟
لماذا؟ لماذا؟ لأنهم سكت عندهم أوراق بيلعبوها فيما بعد وسيسكتوا عنهم حلف الناتو وهو اقتطاع قسم إقليم أبخاسيا من جمهورية جورجيا وكذلك اقتطاع جبهة جزيرة القرب. هل رأيت حلف الناتو تدخل ولا منع روسيا؟ لا. هو لا يستطيع. فالاتفاق أصلا بين روسيا وأمريكا، هؤلاء هم القطبان الأساسيين الذين يديرون السياسة في العالم في الوقت الحاضر. نعم. على المستوى الاقتصادي الآن دخلت الصين على الخط وهي قوة اقتصادية كبيرة وعسكرية الآن في تطور كبير جدا جدا جدا. خلال 10 سنوات القادمة سيكون للصين دور كبير جدا، ولذلك أنا لا أميل لتضخيم دور روسيا في الدور في ليبيا. في ليبيا الدول الثلاثة التي تتحكم هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ونكرر هذا، الدول التي قامت في عملية فجر أوديسا لإسقاط النظام والقضاء على البنية التحتية للدولة الليبية بصورة نهائية بصورة مفزعة. نعم. ونحن قاعدين نعاني من نعم. طيب. وهذه الدول هي التي تدير عملية الصراع. نعم. وتسيطر على عناصر الصراع وتوجيه الصراع في ليبيا من 2011 إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا. طيب سيد خليل، يعني الآن باعتباركم يعني عندكم تجربة مع هذا كما يسمى الدب الروسي وتدخله في سوريا، برأيك ما هي عوامل إفشال استراتيجية روسيا في المناطق التي تدخلها؟ طبعا عندما يحدث قتال كما شهدنا وإن كان قتال محدود يتم إفشال هذه القوات. لديك الآن منطقة صغيرة عبارة عن تلة في ريف اللاذقية في سلسلة جبال التركمان تسمى الكبينة. نعم. هذه الكبينة لابد أنكم سمعتم عنها، يعني كل الإعلام العالمي سمع عنها. نعم. نحن أمام منطقة سعت روسيا وإيران ونظام الأسد لاقتحامها لا أبالغ إن قلت لك مئة مرة أو أكثر. نعم. سعت لقصفها وتدميرها وحراستها حرثا بآلاف الطلعات الجوية والقصف والمدفعي الروسي الصاروخي بأثقل أنواع الأسلحة لم تستطع. إذن السبيل الأمثل لإفشال هذه القوات أو هذه الجهود هو إرادة القتال. نحن نعلم أن الفصائل السورية مكبلة باتفاقيات وبهدن ومصالحات وبحسب ما تقتضيه أوامر الداعم. نعم. هي الآن مرتبطة بالكنيف وأسيانا وسوتشي، والآن شكلوا لهم لجنة دستورية. يعني تخيل أنت تذهب لتناقش الدستور في حضن دولة أو مجرم قتل شعبك وشرده. روسيا معروف أنها لم تقصف إلا الأماكن المأهولة بالسكان، المدنية، البنى التحتية، مخابز، مستشفيات، حتى رجل المستشفيات الميدانية لم تستخدم روسيا. هي محاولة للترقيع وقتل أكبر عدد ممكن من الناس، وأعلنوها حرب صليبية مقدسة، وأنهم يعجلون بظهور المهدي وباركها القساوسة. نعم. يعني نحن الآن أمام سلسلة جديدة من الحروب الصليبية. جميعنا يعلم أن بلاد الشام ومصر تعرضت لتسع حملات أخرى، لكن جورج بوش الابن أعلن عن 10 صراحة قبل أن يعود يصحح أو يتلافى هذا الخطأ. لكن نعم. روسيا أيضا أعلنت عن الحملة 11. هذا يضعنا أمام سؤال، هذه الأمة متى ستستيقظ؟ وهؤلاء الناس متى سيفهمون أن هذا الرجل الذي يدعي أنه يكتب لنا دستوراً أو يضع لنا دستوراً يريد السلام هو مجرد قاتل؟ جميعنا علمنا عندما تحرك الروس باتجاه معمل كوليكو، هذه حادثة معروفة يجب على الجميع أن يعلمها أو نفكر بها. نعم. تحركوا بغياب التنسيق مع الكريملين والمخابرات الروسية. شركة فاغنر العقيد المسؤول عنها تواصل مع النظام وخططوا لإرسال قوة كبيرة مؤلفة من مئات الأشخاص يقودهم أكثر من 400 إلى 600 مرتزق روسي، العدد غير معروف تماما. تحركوا باتجاه كونيكو في دير الزور التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية. كانوا يتوقعون أن الحرس هناك عندما يشاهد هذه القوات تتقدم سوف يبادر إلى الانسحاب. الذي حدث أن كان هناك مفرزة حماية أو قيادة أمريكية موجودة في المعمل، أخبروهم فاتصلت بالقيادة التي اتصلت بالقيادة الروسية
لتستفسر إن كان للروس أي عمليات قتالية في المنطقة. نعم. وهذه من حسن الأخبار رب العالمين. الروس أجابوا أنه ليس لهم أي عمليات قتالية عسكرية. نعم. تقوم القوات الأمريكية على الفور بتمهيد دفاعي، تتبعه بطلعات من الأباتشي التي قامت بحرق الرجل وإبادته عن بكرة أبيه. العدد الذي قتل في أقل التقديرات هو 250 إلى 600 عنصر، معظمهم من الروس. نعم. لم يبقى أحد منهم، وهذه يعني حتى وسائل إعلام روسية وحتى وسائل إعلام عالمية وتحدث الجميع عنها. إذن هذه إحدى الخسائر الكبرى التي قسم الظهر باغنر. نعم. وأدت لظهور شركات جديدة تحاول استقطاب العاطلين عن العمل، وظهر منها أخيرا شركة تشيت التابعة للقوات الخاصة الجوية الروسية، والتي تنسق تماما، وهي فهذا ما أكده أحد الجنرالات، مؤلفة من ضباط وعناصر في الجيش الروسي وهيئة الأركان والمخابرات. هذا ضابط روسي كبير عقيد يصرح بهذا الأمر. إذن إرادة القتال يا سيدي كفيلة بأن تحبط كافة هذه الجهود، لأن المعتدي ظالم لا يمكن، والظلم لا يمكن أن يستمر. نحن أمام يعني حرب صليبية جديدة على نعم سيد بختار. نعم سأعود إليك سيد خليل. سيد مروان، الخلاف الغربي مع روسيا وعلاقة ليبيا بأوروبا وأيضا مع روسيا، كيف يمكن للرئاسي والأجسام السياسية الخروج من هذا المزيج المعقد من الإشكاليات السياسية، أو كما يسمون بحقل الألغام السياسي برأيك؟ نعم، يستطيع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وهو الحكومة الشرعية في البلاد أن ترد على مثل هذا الاستخدام السيء لشركات المرتزقة بعقد تحالفات مع قوى إقليمية لديها من القدرة العسكرية للرد على مثل هذه الخروقات. يعني تستطيع مثلا حكومة الوفاق الوطني أن تبرم عدة اتفاقيات عسكرية مع تركيا للحصول على دعم عسكري لا محدود يمكن أن يوقف هذا الهجوم من المرتزقة. نحن نعرف جيدا بأن حفتر يقيم تحالفات عسكرية مع مصر مثلا، ويحصل على دعم كبير جدا من الجيش المصري ومن الإمارات أيضا. لماذا لا تقوم حكومة الوفاق بنفس الطريقة للبحث عن تحالفات عسكرية تستطيع عن طريقها مواجهة مثل هذه الجيوش القادمة من الخارج؟ يعني الآن شبابنا يموتون في الجبهات نتيجة قلة الإمكانيات، قلة الخبرة العسكرية. هؤلاء الشباب ليسوا مدربين تدريب كافي، وليس لهم يعني من الخبرة العسكرية والمعرفة العسكرية في تشغيل المعدات العسكرية الحديثة والأسلحة الحديثة كما لمثل هؤلاء الروس. نعم. الذين نعرف جيدا أنهم يعني قضوا سنوات طويلة كجنود في البحرية الروسية وفي السلاح الجو الروسي وغيرها، ولديهم من الخبرة التي تؤهلهم بالفعل لإحداث فارق في الجبهة. إذن عقد تحالفات، اتفاقيات عسكرية، محاولة الاستعانة بقوة إقليمية للدفاع عن الأرض الليبية، هذه هي مهمة حكومة الوفاق الآن بدرجة الأولى. أيضا محاولة الضغط على الدول التي تقوم بتصدير هؤلاء المرتزقة لكبح جماحهم، لفضح ما تقوم به هذه الشركات، والضغوط يمكن الاستعانة بالمصالح الروسية في ليبيا والتلويح بها. هناك أمر يعني أريد الإشارة إليه، وهو أن ما يفعله البنك المركزي في البيضاء ومن يقوم عليه علي الحبري من طبع عملة مزورة في روسيا يصب أيضا في هذا الإطار، يعني يصب في باب تقديم المصالح أو تقديم ما يثير أو ما يحرك الروس لإرسال المرتزقة إلى ليبيا. يجب على حكومة الوفاق أيضا من خلال المصرف ليبيا المركزي موجود في طرابلس أن توقف يعني طباعة هذه العملة بالطلب من روسيا بشكل رسمي عن طريق كتاب رسمي من حكومة الوفاق إلى الحكومة الروسية بإيقاف طبع هذه الأوراق النقدية، لأنها بالفعل
مزورة وتهدد الاقتصاد الوطني وتهدد العملة المحلية بالانهيار، وتستطيع الحكومة الوفاق الوطني أن تستعين بمجلس الأمن للضغط على روسيا لإيقاف طباعة مثل هذه العملة. نعم. وبلي شك أن هذه العملة تتحول إلى دولار، وهذا الدولار يذهب لجلب المرتزقة من جديد. نعم. سيد محمد، يعني تقرير معهد جيمس تاون للدراسات والبحوث أشار بأن أو تكلم عن دعم روسيا لكفة مجرم الحرب حفتر وكفة المجلس الرئاسي في ذات الوقت، يعني لتكون رابحة على كل زي ما نقول إحنا على كل ريح. يعني برأيك من سيكسب الموقف الروسي لصالحه في ظل الفشل العسكري الآن لقوات حفتر في اقتحام طرابلس؟ طبعا خلال الشهرين الماضيين تابعنا كثير من التقارير لمراكز الأبحاث العالمية وتصريح لكثير من الخبراء الروس والأمريكان والمواقع، آخرها موقع نيوزري الروسي الأسبوع اللي فات قال أن كل من روسيا وفرنسا وصلتا نقطة الحياد مع حفتر، معاش من حزيلة، لأن ثبت أن المهمة التي كل المهمة القادرة التي كلف بهذا الجنرال فشلت نهائيا، ولذلك دعمه يعتبر ضربا من إضاعة الوقت، وهم يعلمون أن هذا الجسم ميت، لكن لماذا يبقون عليه حيا بعض الشيء؟ وليس روسيا التي تبقى عليه، الذي يبقى عليه هو الأمريكان، لأن في فلسفة الصراع أستاذ فوزي أنك أنت أبحث عن من يدير اللعبة الصراع هذا. ألا تستطيع الولايات المتحدة إيقاف هذه الحرب بالتليفون؟ هذه حقيقة. نعم. روسيا لا تستطيع، فرنسا لا تستطيع، بريطانيا لا تستطيع، لكن أمريكا تستطيع أن تقول لحفتر وهو مواطن أمريكي وهو المكلف بالمهمة القادرة بعد موت سفيرهم هناك في 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 بنغازي، هو لإطالة أمن الصراع. لا يستطيع حفتر احتلال طرابلس، وحتى احتلاله للمناطق اللي بتاع الخليج وكذا هو احتلال سوري. جميع مناطق النفط في ليبيا محمية تحت قرار مجلس الأمن الذي اقترحته الولايات المتحدة واعتمدته. لا يستطيع حفتر أن يحرك لتر واحد من أي بئر نفط، هذه حقيقة. فالموضوع لعبة إطالة أمن الصراع، ووقود هذا الصراع هم أولادنا احنا الليبيين اللي يموتوا على غير وجه حق يعني. ولذلك ليبيا روسيا لا تتحكم في كفة الصراع، لأن لو 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 لو, لو تبي وصرحوا لها الأمريكان بذلك تستطيع أن تفعل كثير، لأن أسلحة حفتر هي روسية، لكن حفتر لا يصلح على لا يحصل على أسلحة من روسيا. لا. يحصل عليها من بيلاروسيا ومن أوكرانيا. لا. وأنا عشت بعض المواضيع هذه في الفترة اللي قعدت فيها مسؤول في وزارة الدفاع. هناك سوق هناك سوق معروفة منين تتحركوا منين كذا وطريقة لغسل الأموال يعني. طيب السؤال المهم الخطير جدا. نعم. هو حفتر يهاجمنا في كل مكان بطيرانه. نعم. لماذا لا نهاجمه نحن في عقر داره؟ نعم. في الرجمة. لماذا تتردد الحكومة الوفاق في أن تتحالف مع جهات معينة لضرب موقعه في الرجمة؟ هي قادرة على ذلك، لكن لا تفعل ذلك لأن تتقيد بالتعليمات التي تصدر عن الطرف المهيمن على الصراع في ليبيا، هي أمريكا، وأنا أجزم بذلك. طيب سيد خليل، لعلي أختم معك بهذا السؤال في دقيقة لو سمحت، يعني بغض النظر عن الفارق بين الثورة السورية التي اجتمع عليها العالم وبين الثورة الليبية، هل استفادت الثورة السورية من تحالفها مع تركيا في مواجهة الأطماع خاصة الأطماع الروسية؟ في دقيقة لو سمحت. يا سيدي، حادثة إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا كانت وبالا على السوريين، لأنها دفعت تركيا للارتماء في حضن روسيا. علينا أن نذكر معلومة مهمة هنا لابد من الإشارة إليها، هناك شركة أفروبوليس روسية أيضا، هي من تقوم بتوحيد هذه الجهود وتوقيع العقود مع الحكومة السورية، حكومة النظام، مقابل ربع الإنتاج النفطي والغازي، عائدات ربع الإنتاج، يجب أن يكون هذا معلوم. نعم. المهم والثالثة المهمة وبعجالة، روسيا لا تستطيع أن تفعل شيء، لكنها تلعب في ضمن الهامش المتاح لها، يساعدها في ذلك وجود ترامب في سدة البيت الأبيض وما عليه من مستمسكات أخلاقية وجنسية، هو يرضخ لمشيئة بوتين لأن عليه مستمسكات. هذه هي الخلاصة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد خليل بغداد الكاتب والباحث السياسي السوري. يا سيد مروان، في دقيقة
تركيا وهي الحليف الآن تقريبا الأقوى لليبيا في مواجهة مؤامرات عدة دول يعني لها تجربة في الدبلوماسية وخصوصا في التعامل مع التدخلات في الملف الروسي، كيف يمكن الاستفادة من السياسة التركية سيد مروان في دقيقة لو سمحت؟ للأسف حكومة الوفاق لم تستفد من هذا التحالف ولم تستفد من العرض التركي الذي قدمه الرئيس التركي أردوغان عندما تحدث على أنه لن يترك ليبيا لكي تكون يعني هدية للقرصان كما سماه حفتر. للأسف حكومة الوفاق لم تتقدم خطوات جيدة نحو بناء شراكة يعني حقيقية مع تركيا الدولة القوية والجارة والشقيقة أيضا. كان يجب على حكومة الوفاق وعلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن يكون يعني على يعني استعداد أكبر لإبرام عدة اتفاقيات مع تركيا في المجال العسكري والأمني. نعم. ويعني على الأقل هذا الأمر كان يمكن أن يرسل رسالة قوية إلى أعداء أو خصوم حكومة الوفاق. نعم شكرا. عدا على المقاطعة سيد مروان انتهى الوقت. أشكرك شكرا جزيلا سيد مروان درقاش المحلل السياسي، كنت معنا من استوديو مصراتة، والشكر للسيد خليل مقداد الكاتب والباحث السياسي السوري كان معنا عبر الإيمو، والشكر كذلك سيد محمد العاصم المحلل العسكري والسياسي كنت معي في الاستوديو، وشكر لكم موصول أيها الإخوة على حسن المتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.